دقيقة من فضلك. وتقسمت البلاد شمال وجنوب. تونس كاملة كانت تستنى في الانتخابات وخايفة من الانتخابات، مش خايفة من النتيجة، خايفة لما نوصلوش للانتخابات. لكن بفضل ربي وصلنا وتعدينا المرحلة وصوت التونسي، والإرهاب ما نجمش يوقف الانتخابات. برياحية أنا ماشي ننتخبه وكل شيء متوفر. هذه سفال أمور ماشية بيان، كل واحد لي بخدمته، ملاحظين شادين بلايسهم، ماشي الخدمة والحمد لله. لكن بعد التصويت والنتيجة إرهاب جديد احنا صنعناه، شمال وجنوب وساحل وشرق وغرب، وانت لشكون صوت؟ سؤال عند الناس اللي تفهم الديمقراطية عادي ومشروع، لكن مع الأسف في تونس السؤال هذا زرع ألغام جديدة بيناتنا وتقسمت البلاد. شمال صوت للنداء وجنوب صوت للنهضة، واللي صوت للنداء شبر سلاحه للي صوت للنهضة، واللي صوت للنهضة زرع لغم في ثنية اللي صوت للنداء، لغم من السب والشتم والتشكيك. هذا يقول والثاني يجاوب، وصار تونس مفتة مقسومة مريضة تعبة من أولادها اللي قسموها تروف، وكأنه اللي صوت للنداء مش تونسي، وكأنه اللي صوت للنهضة جاء من زحل. الديمقراطية عمرها ما كانت حرب بعد الانتخابات، الديمقراطية عمرها ما كانت عداوة وخوف. مش قلنا كرهنا الديكتاتورية على شكون نكذبه، على شكون نمثله، واحنا نأسسه ديكتاتورية جديدة والحرب أهلية. شنو كبرها تونس باش تتقسم؟ شنو ذنبها باش تخرج من مشكلة تدخل في مشكلة، ويصير الشمال عدو الجنوب والجنوب عدو الشمال؟ اللي يحب النداء راهو تونسي، واللي يحب النهضة راهو تونسي. صحيح الديمقراطية جديدة علينا، لكن إلى متى تونس باش تبقى تخلص في الثمن؟ ثمن جهلنا أحيانا، وثمن تعصبنا أحيانا أخرى، وثمن استهتارنا بخطورة هذه الاختلافات أيضا. اعلموا أن يوم 26 أكتوبر بقدر أهميته في صنع قرار جديد في تونس، بقدر تهديده لصنع إرهاب جديد، إرهاب الجهويات والتفرقة والعنصرية. لو تخرج أول شرارة منه ما عاد يوقف شيء. Il n'y a pas deux Tunisies, celle des progressistes et celle des conservateurs. Celle des travailleurs et celle des chômeurs. Celle de ceux qui vivent en Tunisie et de ceux qui vivent à l'étranger. Celle des gouvernants et celle des gouvernés. Il n'y a pas deux Tunisies, celle des hommes et celle des femmes. Le droit des femmes en Tunisie, c'est un acquis. Stop aux divisions. Aujourd'hui, c'est pour le droit au travail, pour la liberté et pour la dignité que nous devons nous battre. Tunis ملك الجميع. ونسمة تونس لما تهب تهب على تونس الكل في لحظة، وشمس تونس تشرق على تونس الكل في لحظة، والشمال ما يملكوا حد والجنوب ما يملكوا حد. اللي يحب تونس يخدمها مش يفرقها ويحقر خوه ويهينه. وشنو أكبرها تونس باش نزيدوا نفرقوها؟ وإحنا لو نزرع شجرة في الشمال عروقها توصل للجنوب، لهي مستعرفة لبنهضة لبنداء، فرفقا بتونس يا أبناء تونس. Yeah.